احمد حسن كوكا برضو واحد من اللعيبه اللي فتره كبيره في الاحتراف، احترفت في البرتغال، في اليونان، في تركيا، وطبعا ابن من ابناء النادي الاهلي. اكيد الاحتراف اكيد موداك حتت كتير جدا، ويمكن كنت قاب قوسين وادنى من انديه كبيره زي بنفيكا اعتقد في البرتغال. قول لي، اكيد شفت السبورتس اكسبو في العالم عامل ازاي، وشفت ازاي فايدته على الرياضه بشكل كبير. قول لي من خلال البلاد اللي شفتها السبورتس اكسبو مدى استفادته، ونستفيد ازاي منه النهارده في مصر. اول احب اشكر طبعا سياده الوزراء السيد مصطفى مدبولي، و وزير الشباب والرياضة السيد أشرف الدكتور أشرف صبحي. بجد الواحد فخور بموجود في حدث عظيم زي ده، معرض رياضي للسياحة والرياضة في مصر زي يوروبا في سوكر إكس، فدي حاجة تشرف أي واحد. أحب طبعا أتكلم عن كابتن حازم إمام وكابتن أحمد حسن، ناس من أعظم اللعيبة في مصرية في الكورة. كلامهم كان كله كويس جدا، ويقول الناس كتيره من لعيبه كتيره عارفين ان احنا بنعدي على حاجات كتيره جدا عشان توصل وتحقق وتبقى لعيب كويس. انا بس احب اقول حاجه في اول مسيرتي الاحترافيه، الموضوع صعب على اي شخص، تتغرب باكل مختلف، اللغه. فانا احب بس اتكلم عن والدي الله يرحمه، كان هو اكبر سند ليا طول حياتي. ففي الأول فترة أنا أول لما كنت في التدريب كلموني في النادي قالوا لي إن شقتي اتحرقت، فرجعت لقيت كل حاجة اتحرقت. يمكن الموقف ده ما حكيتهوش لحد قبل كده. كلمت والدي وقلت له بابا الموضوع صعب، أنا عايز أرجع بلدي. والدي سافر على طول أول طيارة، كان جايب لي لبس، وقال لي يا ابني مفيش حاجة في الدنيا بتيجي بالسهل، الموقف اللي حصل ده هيقويك ويخليك أنشف وأنضج للمستقبل، بس أنا عايزك أطلب منك طلب. قال لي انا عايز اطلب منك طلب، عايزك تشرفني قدام بلدي واهلي، ترجعش مصر وانت مشرفها. النهارده انا تاني هداف مصري في اوروبا بعد محمد صلاح. النهارده انا حققت 4 بطولات في اوروبا من غير والدي سبحانه، يعني من غير ربنا سبحانه وتعالى ثم والدي. عمري في حياتي ما هكون واقف قدام يعني اكتر ناس شخصيات مهمه في بلدنا، وكون بكرم من بلدي وام الدنيا. فالف شكر لوجودي هنا معاكم. شكرا، شكرا جزيلا، شكرا. بشكرك احمد، شكرا جزيلا، وشكرني طبعا، شكرا جزيلا، بشكركم شكرا جزيلا، وان شاء الله اللي جاي احسن للكره المصريه والرياضه المصريه بشكل عام.